النهارده احنا هنظهر بشكل جديد شويه، هنتكلم عن حصاد بطوله الدوري، دوري نايل في نسخته لهذا الموسم، موسم 2023 2024. النهارده اولى حلقات حصاد الدوري، ان شاء الله هنخلي حضراتكم في الصوره تماما لموسم طويل، يمكن من اطول المواسم في كره القدم المصريه. موسم كان بدأ تحديدا في 18 سبتمبر 2023 من العام الماضي، وكتب له أن ينتهي في 18 أغسطس من هذا العام، عام 2024، عشان يكون موسم ممتد ل 11 شهر بالتمام والكمال. طبعا يعني أمور كتيرة كانت خارجة عن الإرادة، مشاركة منتخبنا الوطني المصري في كأس الأمم الإفريقية، مؤجلات كتيرة، يعني مش عايزين نروح للجزئية دي تحديدا، ولكن كتب أن يكون واحد من أطول مواسم كرة القدم المصرية. الحقيقة يعني في الحصاد حاولنا أن احنا نخلي حضراتكم ملمين بكل الأمور، سواء المنافسة على القمة كان شكلها عامل إزاي، امتدت لإمتى وانتهت إمتى، وإمتى يعني وإحنا خلاص على يعني ما يزيد عن 24 ساعة بقليل حسمت بطولة الدوري أمس في المباراة اللي شفناها للنادي الأهلي أمام سموحة. طبعا بنبارك ولا يفوتنا أن نهنئ مجلس إدارة النادي الأهلي وجماهيره العريضة ولاعبيه وجهازهم الفني. موسم من المواسم الصعبة اللي هيفضل عالق في ذهن كل مشجع أهلاوي، موسم صعب، كتب للنادي الأهلي أن نضيف أيضا بطولة جديدة لرصيده، ينتقل من الرقم 43 إلى الرقم 44 عشان يحقق بطولة قوية وصعبة. الحقيقة الأمور كتيرة جدا في بطولة الدوري، منافسة على القمة، كان في أيضا منافسة في صراع الهبوط، منافسة على الهدافين، إنجازات كتيرة جدا للاعبين محترفين أيضا أول مواسمهم في بطولة الدوري، لعيبة كتيرة كمان بتتألق، مدربين، وحالة من طبعا الإقالات وتوجيه الشكر وانتدابات لمديرين فنيين جدد وقيادات فنية، ولكن بعض الأندية أيضا كان عندها الاستقرار الفني في بطولة دوري نايل هذا الموسم. أمثلة كتيرة للأندية استمرت بنفس المدرب زي المصري مع الكابتن علي ماهر، زد مع الكابتن مجدي عبد العاطي، كولر مع النادي الأهلي، وغيرها وغيرها من الأندية. كل الأمور دي كمان هنحط حضراتكم فيها لهذا الموسم من دوري نايل موسم 2023 2024. كل حاجة لسه فيها أو لا، وفي حاجات كتيرة لم تحسم، ولكن بما أننا الحاجة الوحيدة اللي حسمت حتى هذه اللحظة هي تتويج النادي الأهلي بالبطولة رقم 44 في تاريخه، فهنتكلم النهاردة على حصاد النادي الأهلي تحديدا في النسخة رقم 65 من بطولة دوري المصري لكرة القدم.